وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بتدعو كل طلبة جامعة القاهرة للمشاركة في مسابقتها الفنية السنة دي. المسابقة بتشجع الطلبة على تقديم أعمال فنية بتعبر عن المبادئ اللي الوحدة بتنشرها، وهي الحرية، الاحترام، المساواة، ودي المبادئ اللي بتساعد في مواجهة العنف ضد المرأة زي التحرش. الأعمال الفنية دي ممكن تبقى في صورة تصميم جرافيك فني، فوتوغرافيا، شعر وأغاني، قصة قصيرة أو نص مسرحي. تقديم الأعمال للمسابقة هيكون متاح لحد يوم 30 أكتوبر 2019 في مقر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في المدينة الجامعية، مبنى التعليم المفتوح، الدور الثاني. كل عمل يكون في ملف موجه لدكتورة أميرة تودروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة. اسم الطالب أو الطلبة اللي هيشاركوا في المسابقة، السنة الدراسية، الكلية، رقم تليفون للتواصل. منتظرين أفكاركم وإبداعاتكم. يومكم سعيد وكل حرية، احترام ومساواة.